رخيص من الله تبارك وتعالى. يعني اكيد سيادتك برضه، يعني انا بتكلم على سيادتك الدكتور محمد عبد السلام بس، اكيد سيادتك انا عارف والله والله عارف، ربنا يرضى عن نفسه الجميع، سيادتك والشيخ العفان والدكتور محمد ولا الشيخ ناشف ولا الشيخ خلفي تبان، يعني الناس بتصوت كذلك، يعني كتبك قدامك مهر قصدي كده، يعني مش موضوع تبعك زي الروش بس، يعني انا شدني كده لما نزلنا في مثل الخيام، يعني الواحد ولا زلنا فاضيين والله يا شيخ، مش ولا الموضوع عشان تصلي، بس انا نزلت الامام وقلت الامام الشيء الوحيد اللي خلى القران حضر في دماغي هي الامام، ونخطئ ونحفظ ونخطئ ونحفظ، فانت في الحين عقد شيء بفضل الله من القران من الجزء انا شغال انا شغال واتفقت مع اخ التوزيع شغال كل ساعه وبعدين مع الناس معاه اجازه ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله انا معاه توكيل عنه احمد اه ده في توكيل اربع مرات طيب طب اجيبها امتى؟ الجمعة الجاية محمود رمضان الله
وبيك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. الجمعة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ربنا يخليك لينا وطول بعمرك ويحسن عملك. اللهم آمين. السلام عليكم. عم ياسر تفضل تفضل. السلام عليكم. ولمن بيصلوا صلاه العشاء جماعه الان في المصحف، هذه الجماعه لا تصح، فالجماعه المعتبره هي جماعه المسجد، ومن كان على سفر او على عجل من امره يصلي منفردا، يصلي منفردا. اما ان يعقد جماعه غير جماعة المسجد فلا يصح له ذلك، وعلى ذلك فهذه الجماعة لا تصح، وإن صحت الصلاة كأجل صلاة منفردة. أرجو أن نتنبه إلى ذلك، من كان في مسجد وتأخرت جماعة المسجد فلا يعقد جماعة أخرى، وإن كان على سفر أو على عجل من أمره يصلي منفردا وله عذرة. الله تعالى أعلم. الخير.